وسابوه. طيب تمام. طيب طيب انا ما بحبش اجتهد. طيب. طب اقول لك حاجه، بقول لك انا من السادة اعضاء مجلس الشعب، انا سالتهم على الاجتماع حدش قبض عليه، وقالوا في الاجتماع ان ما حدش قبض عليه لان النادي الاهلي ما عملش محضر. طب اقول لك النادي الاهلي عمل محضر في اسم مدينه نصر وبعت لي رقمه وقلت ثاني يوم. طب اقول لك حاجه بس، هو اليوم اللي هو بعد الاستلام بيومين، اليوم الداخليه نفسها قالت انها ما قبضتش على حد. لا قبضت على الناس. اه ايوه قبضت على الناس. انا قلت قبضت، وفي ناس اتقبض عليها في محطه المترو وهم رايحين. هو بيقول انا قلت قبضت، انا بقول لك الداخليه عشان يشدوا وداني. الداخليه ده مش طريقه، خد بالك مش هنحل. انا بقول على التصريحات يا جماعه. ايوه ايوه بص بقى، لا تصريحات غلط. طب استنى بس، والالتراس على صفحته قال لك ان في جمهور اتقبض عليه يا باشا. ثواني بس، بس عمر بيقول هو رايح، الدكتور هو رايح قبل التمرين. لا مش يوم التمرين، اليوم اللي اعلنوا فيه رسميا الاستقاله بعد التمرين بيومين، اسامه عرابي مؤقتا. اليوم في وقتها كان في مجموعه جماهير الله جايين منين، اللي هو بيشجعوا مارتن يقولوا ايه عايزين يقولوا لقطه ان هو الناس لسه عايزاه. اه وهم دول قاعدين، كان في جماهير جايه في الطريق في المترو في محطات التحرير. طب اتقبض عليهم ليه في المترو؟ عملوا ايه؟ الشرطه كانت مستنيهم، كنا عارفينهم. وفي عيال منهم صرحوا قالوا ان في زمايلهم اتقبض عليهم البيوت، واللي ما اتاخدش خدوا اهله لغايه لما هو يجي. دي الليله اللي قبلها لما النادي الاهلي المهندس محمود طاهر اتكلم مداخله هاتفيه في احدى البرامج، وقال فيها ان هو كان مبلغ الامن وكان مبلغ الداخليه، ولكن بالرغم كده ما حدش اهتم، والداخليه لم تتدخل في اقتحام الجماهير. الداخليه قالت لك ما كنتش اعرف انت منين في مدينه نصر. ما هو انا سمعت المداخله. بص الداخليه قالت الداخليه بتقول لك ما اعرفش، لكن رئيس النادي الاهلي بيقول لك انهم مبلغين من الصبح. وزمايلنا الموجودين كانوا موجودين في الملعب بياكدوا ملعب فريق نصر. اه كانوا موجودين، قالوا الامن كان موجود. الامن كان موجود، قالوا الامن كان يعني موجود. في الواقع دي الامن كان موجود اللي هي في الاقتحام. اه قالوا كان في الامن كان موجود بره ولا جوه؟ ايه كان بره. هو هيعمل ايه يعني؟ لا ثواني بس، رفض يحتك بيهم. قال لك ما فيش دخل في الموضوع. مشكله، ما انا قاعد اقوله. هو الحقيقه الحل اللي احنا بنحكي فيه ده كانوا موجودين ولا لا؟ بيقول ان احنا عايشين في حاجه جميله قوي. بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا معلومه ان العيال اللي اتقبض عليها ولا لا، ولا في تصريح رسمي من الداخليه ان حد اتقبض عليه، ولا تصريح من لا في معلومه، لا في معلومه، في معلومه زمايلنا كانوا موجودين هناك. معلومه اجتهاديه موجوده، معلومه اجتهاديه. انا مش حاجه رسميه رسميا، يعني ده خطا رهيب. يعني الاهلي الداخليه يعني عدم الاب مش بلاغ، والاهلي بعت رقم بلاغ. كان في ده، كان في احنا يعني عايشين في حاجه جميله. كان في امن بدليل ان انت لما جريوا على اللعيبه كده، واللعيبه دخلوا الاوض، وفي لعيبه جريت على بره النادي، طلبوا تعزيزات. يعني لان في امن موجود، جت عزيز القوات الامن جت هي اللي خرجت اللعيبه وخرجت. يعني المعلومه ان هي هم قبضوا على بعض الشباب. اه قبضوا على بعض الشباب ساعتها. حلو، فين هم بقى؟ ما وجهوهمش النيابه. أيوة ليه؟ وايه التهمه اللي حاطينهم جنبهم ليه؟ جنب الحيطه يعني. بس انا عايز اقول حاجه يا تنسيب، انا يا استاذ سبب بتتكلموا، بس انا ما بقتش عارف حاجه في موضوع الامن. احنا لازم نعرف حاجه، هي جماهير في مصر من نوع ليه؟ لازم يبقى حدينا. سمعنا بنتكلم ازاي، ما انت معانا يا عمر. ايه؟ سمعنا بنتكلم. سايبكم تتكلموا. هو بره الراجل بيتكلم لسه راجع. هو دلوقتي الجماهير ممنوعه، يعني مثلا ما بتحضرش مباراه ليه؟ هل هو رقم واحد هم خايفين ان يكون في ارهاب في الملعب؟ مثلا يحصل مثلا واحد يحط قنبله مثلا؟ ولا خايفين ان هو يحصل شغب جماهير تضرب في بعض؟ ولا خايفين ان هو الامن يصطدم بال يعني مثلا في حساب الامن والجمهور على فكره؟ لازم نعرف لان الموضوع ده بقى تايه عندنا. رايك ايه؟ رايك انا رايي ان في حاجه فيه لبس. يعني يا بص في الداخليه تقدر تامن في لبس بدليل ان انت بص بالمزاج بمعنى اللي انت في ماتش يجي تلاقي مثلا يعني امن اسكندريه الوحيد في مصر اللي هو قلبه حديد. بص بقى يعني قبل كده قلت ايه، جاز كان مدير امن قوي. سبورت برضه دلوقتي كل مديرين الامن بيجي اللي بيلعب بيجي يروح يلعب في برج العرب وبيامن وبيحضر 10000 و20000 و30000 ومفيش مشكله خالص. لما تيجي تتكلم مكالمات مع اي مدير امن مثلا في اسماعيليه يقول لك انا قادر، في القاهره يقول لك اه امن في بوتر سبورت ممكن. طب ما تامن في بوتر سبورت هياخدني برضو للسؤال، هو احنا مثلا لو انت هتامن في بوتر سبورت مفيش مشكله، طب انت ممكن نلعب في الجماهير في استاد القاهره وكان في متاح في ماتشات المنتخب اللي هو الشباب وحضر فعلا حضر جزء منه. بس ما انا مش مع استاد القاهره في اللحظه دي لان في يعني اعمال حفر دي قصه ثانيه وناحيه الرجدان فمعناها ندخل جماهير من شارع واحد وهتبقى قصه. مش مهم استاد القاهره، ايه سبب؟ عايز اوصل للاساس الموضوع، هو في جماهير ولا ما فيش جماهير؟ انت رايك ايه؟ ايه انا رايي الجماهير ترجع لازم. لا رايك هيبقى فيه ولا رايي بالشكل ده مش هيبقى.